حصاد الجنوب، أهلا بكم. وجهت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام حرو الدعوة لأبناء المحافظة للاحتشاد صباح غد الخميس 30 ديسمبر 2021 في منطقة العيون بالساحل لمتابعة وتنفيذ ما تبقى من مطالب الهبة الشعبية الثانية. اللجنة أوضحت أن الجماهير المحتشدة ستزحف باتجاه ميناء الضبة لإيقاف تصدير النفط في حال لم تستجب الحكومة لتنفيذ المطالب. أقلت طائرة سعودية خاصة محافظة شبوة الجديد عوض بن الوزير العولقي ومدير أمن المحافظة عوض الدحبول من العاصمة السعودية الرياض إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت، ومن المنتظر أن يتوجه ابن الوزير والدحبول مباشرة إلى عتق لتولي إدارة المحافظة وبدء التحضير لتدشين عملية تحرير مديرية بحان الثلاث التي سلمها الإخوان إلى الحوثي دون قتال. وفي شبوة أيضا شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الأربعاء غارات عنيفة على عقبة القنذع الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء. الغارات الجوية استهدفت مواقع تمركز ميليشيات الحوثي وتعزيزات لها كانت في طريقها إلى مديرية بحان، وتأتي هذه الغارات بعد سويعات فقط من غارات استهدفت مواقع تمركز الميليشيات في معسكر اللواء 19 بمديرية العليا بحان. تسلمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية اليوم مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة. عملية الاستلام والتسليم جرت بحضور قائد اللواء 11 عمالقة عبد الرحمن الجعري وقائد محور عتق اللواء عزيز العطيقي وعدد من القيادات العسكرية. استلام مطار عتق يأتي في إطار انتشار قوات العمالقة في محافظة شبوة استعدادا لتحرير المديريات التي سلمها الإخوان لميليشيات الحوثي. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.